عم بفاتحك في موضوع. موضوع شنو حبيبي؟ انا عن فكرت اهداك شوي. شنو امر؟ عم بخطب. تخطب؟ تو هالناس يا ولدي. بعد الحين عليك جامعة، تدور لك شغل، بعدين تدور لك بنت الحلال يا ولدي. ايه خلص جامعة ودور شغل وبعدين ابني شقة وكل هذا وانا عايش في مجتمع فاسد كله مغريات. اوه انا ما ادري اللي سويته ويا ولدي صح او خطا. والليلة محاضرة السيد هاني عن هذا الموضوع، لازم احضر هذه الليلة على اساس اشوف تصرفي صح او خطأ.